بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر موصول لحركة التوحيد والإصلاح وللمبادرة المغربية للدعم والنصرة وللسادة العلماء المشاركين في هذا المهرجان الخطاب التضامني مع شعبنا الفلسطيني في كل مكان، كل باسمه وصفته. الشكر موصول لكل فلسطيني صامت في الميدان، لم يغير ولم يبدل ولم يتاجر بالقضية، ولكل عربي مسلم بقي وفياً لقضية الأمة الأولى، قضية فلسطين وقضية الأقصى، ولكل أحرار العالم الناصرين المناصرين لقضيتنا قضية فلسطين العادلة. الخزي والعار لأذناب بني صهيون عنوان الخزي والعار المطبعين المغيرين المبدلين. أما بعد، فمداخلتي تحت عنوان مؤسسة المسجد وحفظ الهوية مسجد الأقصى أنموذجا. في البداية أقول ما قاله عالم الاجتماع توينبي: قد نجد مجتمعات بدون مدارس وبدون مسارح، ولكن لا يمكن أن نجد مجتمعات بدون معابد. إذن فالمعبد بحمولاته أو بتمثلاته الرئيسة البارزة، المسجد والدير والبيعة، هو أبلغ أثر وأقوى شهادة على قيام التجمعات البشرية المتحضرة، وهو المحدد الرئيس للتموقع السنني الكوني للأمم والشعوب في الدورة الحضارية التاريخية. وسند هذا الكلام من وجوه عدة: أولاً، أن المؤسسة المعبد وهو المسجد في التصور الإسلامي هو تعبير متقدم على منظم لإشباع غريزة التدين الموكوزة في الإنسان، حيث إن ما يمكن أن يسجل في هذا المقام هو أن هذه المؤسسة تنقل الرغبة في التدين من رغبة فردية إلى رغبة جماعية منظمة يجمعها الإحساس بالتدين، وعامل موحد للمجتمع مشبع بآداب النظام والتنظيم. وتأكيد هذا الكلام فضل الحديث عن فضل العبادة في المسجد وتعبير المسجد في التصور الإسلامي. ثانياً، أن مؤسسة المسجد تؤكد الاتفاق الحاصل بين العقل والنقل على ضرورة وحاجة المجتمع إلى هذه المؤسسة وأهمية هذه المؤسسة في حياة الأمة. وتفسير ذلك أن ميلاد هذه المؤسسة، مؤسسة المسجد، يصطف مع الهياكل الأولى لقيام أي مجتمع. وإن لم نقل بأن هذه المؤسسة هي الأولى على الإطلاق والنموذج من الحضارة الإسلامية، حيث يكون المسجد هو الأول في التأسيس. الدليل الثالث: التنوع الوظيفي الذي انفردت به هذه المؤسسة والذي يمتد إلى حياة الخاصة للأشخاص، فعند طقوس الزواج وحتى عند طقوس الموت تتم في المسجد. إذن فقد تم التعاضد بين العقل والنقل بخصوص ضرورة مؤسسة المسجد، وهو ما يؤكد أن المعالم الحضارية للمجتمعات تتشكل وفق روح هذه المؤسسة، وأن هذه المؤسسة هي المحضن الرئيس لبلورة التصورات الثقافية والأنساق الفكرية المحددة للهوية الثقافية الطابعة للانتماء الحضاري للأمم والشعوب. فكما أن المسجد إذن هو الأثر البالغ الشاهد على قيام، وهو رمز الوعي الجماعي لوحدة هذه الأمة والذاكرة الحافظة لتاريخها وشريان حياتها وبقائها واستمرارها، وخاصة أو بخاصة عندما تكون هذه المؤسسة، مؤسسة المسجد، مؤطرة بالمثل العليا أو بالمقدس بالنسبة للإنسان المسلم، فآنذاك يتحقق التلاحم بين العمران والإنسان. إذن فقد اتضح أن وجود الإنسان في أبعاده الحضارية، يعني بحمولاته التصورية، موقوف على هذه المؤسسة، كما أن طمس هوية وإلغاء وانتماء الإنسان بإلغاء هذه المؤسسة. وهذه الجدلية، جدلية البقاء والبناء والزوال بين الإنسان وبين المسجد، يفسر بأن هذه المؤسسة هي أولى المؤسسات التي تستهدف
من قبل الهمجات البربرية الهمجية على أمة الإسلام، والمسجد إحراق المسجد الأقصى الذي يتحدث عنه اليوم ليس ببعيد عنا. إذن فهذا التلازم الحاصل بين مؤسسة المسجد في حياة الأمة في الإسلام بماضيها وحاضرها ومستقبلها هو سبب الاعتداء على مؤسسة المسجد والنموذج من المسجد الأقصى المبارك. والأدلة على ذلك أن هذا المسجد هو تصديق للركن الأول من أركان إيماننا في التصور الإسلامي، فتصديق بوجود خالق لهذا الكون منزه عن صفات النقص موصوف بصفات الكمال، وسياق هذا الحديث يتأكده مطلع سورة الإسراء، حيث يتم التأكيد على التنزيه الواجب لحقه سبحانه وتعالى عندما تقول السورة سبحان الذي أسرى. إذن فهذه تأكيد على حقيقة هي عقيدة الإنسان المسلم، هذا التنزيه يحيل أو يستدعي التسليم من الناحية العقدية عن الأمور التي تأتي تبعاً، عن الأمور التي بنيت على هذا الاستهلال سبحان الذي أسرى بعبده إلى غير ذلك. إذن المعادلة أن الإخبار بالمسجد الأقصى قد قرن بالركن الأول بل وبالركن الثاني الإيمان بالرسل بعقيدة المسلم، عقيدة المسلمين. فالمسجد زد على ذلك أن هذا المسجد قد خص بشرف من حيث شرف التسمية ومن حيث اقتران رحلة خير البرية إلى هذا المسجد في هذه بعقيدة المسلم. أيضا من الأمور العقدية الحاصلة في استهلال هذه الصورة الكريمة التأكيد على أشرف صفة لخلق البرية وهي صفة العبودية، حيث اختار سبحانه وتعالى تسمية هذا النبي بصفة العبودية. إذن ولأن سياق الخطاب شيء معبر في الكتاب العزيز، فإن تصدير الصورة الكريمة بأصول عقدية ضابطها أو شرطها التسليم والتصديق هو إشعار بضرورة التصديق لما سيبنى على هذه المقدمات بعد ذلك، وأن حكم الحديث على هذه على هذا المسجد هو حكم الجزم واليقين الذي تم للتنزيه أو لقضايا العقيدة أو لأصول الإيمان. لا أريد أن أقف هنا عند ما شرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني من شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر أن السنة شارحة للقرآن الكريم من حيثيات تتعلق بقطعية هذا المسجد وبمحوريته وبمركزيته في تحديد هوية الأمة الإسلامية. ويكفي أن أشير فقط هنا على وجه العجلة، رحلة الإسراء مجزوم بنقطة المغادرة المسجد الحرام، إذن فلماذا نسرف نقطة الوصول من الإحكام إلى المتشابه؟ كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلى ثلاثة مساجد، تم الاتفاق على أن المسجد الأول هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقع في المدينة، المسجد الثاني هو مسجد الحرام، فلماذا نصرف الركن أو المسجد الثالث من الإحكام إلى المتشابه؟ هذا من باب الرد فقط على من يقول يفسر تأويلات أخرى. إذن فخلاصة ما تقدم أن إحراق منبر المسجد الأقصى في أبعاده الحضارية هو إحراق لتاريخ هذه الأمة، هو إتلاف لجغرافية الأوطان، هو طمس لهذا الشعب، الشعب المسلم أو للأمة المسلمة، واجتثاث لانتمائها، بل وطعن وتشكيك في أصولها من الكتاب والسنة الشريفة. لا أدري إن كان الوقت يسمح، عندي ركن آخر. سي رشيد، خمسة دقائق. إذن محور آخر دائما بما هو يتعلق بالعلاقة بين المعتقد والمعتقد، هي هذه العلاقة هي من أصعب المعادلات العقلية والنقلية في تاريخ الوجود البشري، وذلك من وجوه، وهو انتصاب الشواهد على ضرورة وجود المعتقد في حياة الإنسان، بحيث أن الإنسان غير المعتقد لا وجود له عبر التاريخ. وهذه النظرية
نؤكدها على تعدد وجود المعتقد في تاريخ البشرية ما بين نار وحجر وشجر ومعبد وغير ذلك. كذلك هذه الرغبة الموكوزة والنموذج من الحضارة الإسلامية، الميل الذي كان يجده عند عمر رضي الله عنه قبل البعثة في أنه يصنع هذا الإله. عمر على قوته في قرارة نفسه يحتاج إلى 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 إله. كذلك الاستعداد الواضح والاستجابة الفورية للإنسان تضحية من أجل هذا المعبود، وهذه التضحية قد اتخذت أشكالا مختلفة، إما التضحية بالحرية المعتقل أو السجن، التضحية بالنفس الشهادة، التضحية بالمال إلى غير ذلك. إذن فهذا الاتحاد الحاصل بين الإنسان والمعتقد جعل المعتقد حالا وصفة ملازمة للإنسان، كأنما الإنسان جوهر والاعتقاد حال. إذن فمن الصعب جدا الفصل النحول بين الإنسان ومعتقده. ولأن مؤسسة المسجد في التصور الإسلامي هي أبرز معلم لهذا الاتحاد الحاصل بين الإنسان والمعتقد، فإن استهداف المسجد المسجد الأقصى هو استفزاز واستهداف لعقيدة الإنسان. والأدلة على ذلك أن هذا المسجد في تاريخه الطويل لم يعني الهجمات البربرية الاستعمارية لم تتوقف في منذ تاريخه الغابر. الدليل الثاني أن قدسية هذا المسجد القطعية الدلالة والثبوت في نصوصنا الإسلامية قد وافقنا على ذلك كتب أخرى، وأشير هنا إلى فعل الراهب سيفرنيوس عندما أصر على أن لا يسلم مفاتيح المسجد الأقصى إلا لخليفة المسلمين ولأمير المسلمين. ثانياً أيضاً مما يؤكد على مركزية مسجد الأقصى في الحوار في الصراع الحضاري بين الحق والباطل، بين أمة الإسلام وبين أعدائها، أن المساومة على هذا المسجد لم تتوقف، والنموذج مساومة خليفة عبد الحميد الثاني، ثم في العصر الحديث المفاوضات اللعينة التي نعرفها بما يعرف باتفاقية السلام. وأخيرا وليس آخرا، من الشواهد النقلية على أن هذا المسجد هو أنه في زمن الذي تستباح فيه كرامة وهوية والانتماء الحضاري لهذه الأمة، على أن هذا المسجد والذي سيتخذ ركنا ركينا وقبلة كما كان قبلتنا الأولى للدفاع عن هويتنا وانتمائنا الحضاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتداول المعروف: لا تزال طائفة من أمتي. وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعتذر لأن عندي لقاء آخر سأنسحب من اللقاء، والسلام عليكم.